ولا المخطط الوطني للماء؟ تفضل طرح السؤال. مرحيم، نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما تم تحقيقه من أهداف المخطط الوطني للماء. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. بطبيعة الحال الموضوع يتعلق بالمخطط الوطني للماء. كما لا يخفى عليكم هذا المخطط يرتكز على مجموعة ديال الدعامات أساسية. الدعم الأولى هو التحكم في الطلب على الماء والتثمين ديالو، وتدبير وتنمية العرض من الماء، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي، ومحاربة التلوث، وبطبيعة الحال التأقلم مع التغيرات المناخية. الوزارة يعني في هذه المرحلة السابقة عملت على تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى بمعدل 2 إلى 3 سدود في السنة، حيث وصل عدد السدود المنجزة حاليا إلى 144 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 18.6 مليار متر مكعب، وعندنا 14 سد في طور الإنجاز بسعة ديال 3.2 مليار ديال الأمطار المكعبة موزعة على جل التراب الوطني. وكذلك سيتم تعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى التي يصل عددها حاليا الى 125 سد صغيرا، بالاضافه الى مجموعه من السدود توجد قيد الانجاز، وستتم مواصله انجاز هذه السدود بوتيره ديال 10 حتى 20 سدا صغيرا كل سنه. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب. مرت اليوم 10 سنوات على اعتماد الاستراتيجيه الوطنيه للماء، ولا زال مع الأسف المغرب مصنفا بين البلدان التي تعاني إرهاقا مائيا. معدلات الموارد الطبيعية من المياه تعتبر من بين الأدنى في العالم. لذا من حقنا أن نتساءل عن قدرة المخطط الوطني للماء لتوفير الأمن المائي للمغاربة. نأخذ على سبيل المثال هضبة سيس، يتعرض مستوى منسوب المياه الجوفية لانهيار منذ الثمانينات سيد الوزير، مع انخفاض يبلغ 3 أمتار في السنة، وتدمير 100 مليون متر مكعب في السنة كذلك بسبب الاستغلال المفرط لري الأراضي الفلاحية والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية، مما أدى إلى تفاقم الحالة الهشة للطبقة الجوفية لجهة فاس مكناس. لذا المطلوب منكم السيد الوزير، ونحن نثق في قدرتكم على هذا، تسريع وتيرة إنجاز قنوات مد مدينة مكناس وفاس بالماء الصالح للشرب من سد دريس الأول وولزد السلطان، وكذلك نقل المياه من سد مدز للحفاظ على الري على مستوى السهل وتعويض العز المتراكم. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ أرد السيد الوزير. السيد النائب، أنا بغيت غير نطمئنك، إن شاء الله ما غيكونش عندنا مشكل. صحيح كاين إشكالات اللي مرتبطة بالتغيرات المناخية، ونحن نوجد في واحد المجال اللي عنده إشكالات على مستوى انتظام التساقطات. الانشغال الكبير هو كيفاش هذيك المياه اللي عندنا نعبئوها، وهذا الشيء علاش حنا تنشتغلوا هذه القضية ديال شكرا.